اكثر حاجه تملك الانسان هي الخوف. طوق الانسان يخاف من حاجه ما ينجمش يواجهها وما ينجمش يعملها وما ينجمش يقدر فيها. انك تنحي الخوف وتصدم هذه حاجه خزعه بخطط. دونك فو سافوار من الاول اللي انا ما عنديش باك ديما نقولها باش العباد تعرفها. ديما نتذكر كلمه تايرن لانستر بتاع جيم اوف ثرونز القصير يقول لك اذا كان عندك عيب البسه كوم العمير مش حتى حد ينجم يتاكيك معناها. بحكم اللي في تونس احنا الدوله بتاع الدبلومات دونك ديما نقولها اللي ما عنديش باك. مي باغ كونتخ عملت تكوين مهني اللي كان سيغتان مومون في تونس حاجه باهيه وحاجه معروفه عنها. باغ سا سي ريان كملت قرايتي عام 2008 تعديت 2008 عملت شويه خدمه على اليمين وعلى اليسار لكن كنت ديما مغروم بالديزاين. نخدم وحدي وقتها نتذكر فوتوشوب ونخدم وحدي ديما نجرب حاجات وحدي اكسترا حتى الين بعد اللي خدمت شويه حاجات في الشارع بيوع خدمتها في اليوتيوب دونك سي ان بو سا الين حتى بعد الثوره بالضبط 2010 2011 بلوتو حاجه هكا رجعت الديزاين قعدت تخدم اون طونك فريلانسور تاني جات الحلمة بتاع ايتيكس اللي هي عام 2016 افيك ان امي وقلنا علاش ليه اون لونس اون دون سو دومين اليوم ايتيكس لاجونس تاع ايتيكس عمرها 5 سنين و14 بالضبط سو حلمة تعدي بشوي بشوي. ليه ماهيش سهلة؟ ماهيش سهلة وأن بلوس ما كانتش بروغرامي جملة. كنت تو سامبلومون كيف أي تونسي نخدم باش نعيش معناها فقط معناها. ما كانتش أما بعد وليت يعني وليت أوبسيسيون. أنك تحب تعمل حاجة، تحب تقدم في حياتك، تحب تنجح. خاطر مفهوم النجاح بعديك نجمو نحكيو فيه، أما أنك تحب تقدم وتحب تحس روحك قاعد تعمل في حاجة أنت فرحان بها وتخليك تقوم الصباح باش تعملها. دونك جات المشاريع هذيك وجات الفكرة هذيك وجات وعلى فكرة مراحل هذوك يعني يقويوك برشا كوتي مايند سيت يغذيوك ويعبيوك على الاخر ويخليوك تتعلم برشا حاجات ما كنتش تعرف ما كنتش تعتقد انك يجي نهار تتعلمها. هو الحكايه كلها بدات بكتاب ديزاين اوف ايفري ثينكس بتاع دان نورمان اللي هو واحد من احسن كتب تكتبه في اليو اكس ديزاين او في الديزاين اللي عنده علاقه بالهيومان اون جينيرال. وبديت من غاديك اسئله نفس الحاجات اللي انا فريمون نحبها في الديزاين اللي هو الديزاين اللي يحل مشاكل بتاع بيت اللي يحسن عيشه الناس. بديت نخمم بديت نلوج حتى اكتشفت اليو اكس ديزاين اكتشفت الدومين هذايا قلت اه تيان نبدا فيه بشويه بشويه. بديت العلاقه من عام 2011 بديت نتعلم ونخدم حاجه كنت مغروم ياسر بديزاين تخفاص بطبيعتي توسكي ويب وموبيل وقتها كي نحكيو 2011 2010 كانت البوم بتاع ليزابليكاسيون اكسترا دونك التليفونات قواو دونك الابليكاسيون قواو تحسنوا اكسترا وبديت بشويه بشويه دخلت في الدومين هذا وملي دخلت كان حب من اول نظره يعني عرفت ديريكت الدي اكس ديزاين يعني كانت علاقه سهله خاطر انا من قبل كنت نحب الحاجات اللي تخدم لي تسحق تخمام تسحق حضور ذهني مش فقط السكيلز نتاعك ولا الطالون نتاعك هو اللي يحكي معناها نوع مخك لازم تكمل وين المشكله وين الحل كيفاش تعمل اكسترا. في مستقبل هو المستقبل مش في المستقبل توصلون للرشاش كل اللي قاعد تصير اليوم في العالم 80% من الخدم اللي باش تكون موجوده عام 2035 ما نعرفوش شنو. دونك دومين كيف هذايا لما تجي تلقاه في الرشاش اللي هو زاد كيف واحد من اكثر 10 دومينات مطلوبين في العشر سنين الجايين تعرف اللي اليو اكس ديزاين عنده بلاصه كبيره ياسر في العالم الجاي في العشر سنين الجايين على الاقل. اليوم اللي برشا عباد ما تعرفوش بتدخل انه عمر الخدمه قصار ما عادش كيف قبل. قبل تبدا خدمه تقعد فيها 30 سنه. توا الخدمه تتبدل او بودو 5 6 ans تتبدل. تلقى روحك قاعد تخدم في خدمه جديده. So, يو اكس ديزاين مطلوب توك فما حاجه اسمها انتراكسيون ما بين انسان وماشين، انسان ان سيستيم، انسان ان برودوي. راهو فما يو اكس ديزاين دونك انا نتصور دومين مطلوب ياسر وفي تونس راهو دومين مطلوب على الاخر وفي برشا فلوس. دونك يحب يخدم راهو نجم يلقى بلاصتو يلقى خدمة سوا سالاري ولا فريلانسور ولا واحد يحب يلانسي بروجي نتاعو في دومين في برشا فلوس.
فماش بالنسبه لنا فماش حاجه في بروجي ناجح. فما بروجي الى سوفيكو معناها عاش نجاح. ما نعرفش كيفاش تجم يتقاس النجاح. نجم يتقاس بكي بي ايز معناها ولا مثلا نقول نجم واحد يقول لك انا كي يدخلوا لي 10000 ابوني مثلا ولا عندي 10000 ابوني معناها راني ناجح. هذا النجاح بالنسبه لي هو نجم يكون غيره ماهوش نجاح. دونك هنا تحديد النجاح في حد ذاته شنو. اما انا اعتقد انه ستارت اب اللي تعيش في تونس ولا اي بروجي خدمت عليه انا وعاش يعني في عاش اعتقد انه الى سيرفيكو معناها جو بونس كي ديجا نجاح بالنسبه لي. بون خدمنا ستادي بوانتيان اعتبر خدمه مزيان على خاطر ستادي بوانتيان فيرسيون جديده خدمنا عليها نحن. كانت اون تري تري بون اكسبيريونس مع جروب ستادي بوانتيان نضال وسليم الحقيقه. كانوا نيفو عالي ياسر. كانت الغلاسيون كوميونيكاسيون تاعنا عالي ياسر. او بو دو كيلكو موا كملنا الخدمه. اليوم يزون امبلونتي سا في السيت نتاعهم و فما كل دي روتور باهيين اكسيتيرا. والحاجه باهي تعجبني في ستادي خاطر مشروع تونسي 100% دونك هذاك علاش ممكن لها باهي. خدمنا مع كوجيفا خدمنا مع ديكاتلون تونيزي خدمنا مع ميركادو دونك فما ان شاء الله زيد اوسي دي ستارت اب اخرين توانسه. على فكره عام 2020 على بين 2019 و2022 على 14 ستارت اب خدمنا معاهم 10 منهم اخذوا لابيل ستارت اب. اللي اليوم فرحانين ياسر كنا على الاقل عاوننا في انهم ياخذوا لابيل ستارت اب. قاعدين نعاونوا في انه الايكو سيستم قاعد يقدم. انا ما عنديش ديبلوم حتى شيء. اما هي كل لبسه. انا نقول ديما نقول ديزاين كيف اللبسه. ساعات تلقى واحد معناها عنده فلوس لكن قاعر ما يعرفش يلبس معناها فهمت شنو قصدي. وفما شكون تلقاه ما عندوش فلوس لكن يعرف يلبس بيان فريب والدنيا وكل شيء وتلقاه يقشش ويلبس. هي حكايه ذوق حكايه كرياتيفيتي حكايه انك تعرف شنو فما لي توندونس تعرف الاذواق نتاع الناس تفهم الشيء هذا الكل. هذا الكل اللي تخي امبورتون باش تكون ان تخي بون ديزاينر. خاطر الخدمه ديزاينر ماهيش خدمه سهله ماهيش خدمه ستاتيك. يعني مش تعلمت انت عام 2020 مش يقعد يخدمك حتى عام 2030. نو لازمك تخدم لازمك تقرا لازمك تشوف على جنب تجتهد انت تكتب دي ريشيرش. اليوم اوروزمون افيك يوتيوب ولي فيديو يعني تنجم تتعلم برشا حاجات رابيدمون. دونك الخدمه نتاع ديزاينر تنجم تبدا من الاول بتاتخ ما عندكش باك جراوند كبير ياسر لكن تنجم تتحسن. شو فما حاجات فما هارد سكيل سوفت سكيل. مثلا اذا كان باش تخدم في لونسور ولا باش تخدم في عندك انت باش تحل بروجي نتاعك تحل اجونس كيف عملت انا من الحاجات فما حاجات مهمه تولي المانجمنت مهم. مثلا انك تجير اون ايكيب صعيبه ياسر انك تتعلمها. انك تتعلم تو نيغوسي تناقش في الاسواق نتاعك يقول لك انت تقول له 5 يقول لك هو 6 تقول له 2 يقول لك 1 فهمت شنو. C'est très important. La gestion du stress, la gestion de colère. Aslan, انك تجير un meeting خدمه في حد ذاتها. تجير ميتينغ معناها والكالندري نتاع الميتينغ نتاعك في حد ذاتها خدمه معناها. هذوما حاجات تنجم تتعلم تشوف العباد الناجحه اللي في الدومين الاخرين شنو خدموا شنو الحاجات اللي ينصحوا بها باش تنجم تقدم في الخدمه نتاعك وباش تنجم تكون الخدمه نتاعك منظمه اي سورتو انت تقدم ويعني تتحسن. سو فما دو فولي الهارد سكيلز واضحه تتعلم تشد انت اللوجيسيال ولا ليزوتي اللي تخدم بهم تتعلم بهم تحاول تقدم بهم تحاول تخدم عليهم اكثر وقت ممكن باش تنجم تتحسن. والسوفت سكيلز يجيبوا بطبيعتهم تعرف تتكلم تعرف تحكي تعرف تبريزونت الكلام تاعك بابليك سبيكينغ تخدم على البيرسونال براندك تخدم على انت كيفاش تحكي على صورتك على الايماج تاعك الايماج تاع الايكيب تاعك. كيف ما قلت جيستيون دو ستريس حكيت هذوما كل شيء مهم وكل شيء مطلوب اذا كنت تحب تقدم تولي ابون يو اكس ديزاينر ولا ابون ديزاينر بصفه عامه. هو فما مشكله بسيطه في تونس بون مش بسيطه هي كبيره انه نورمالمون انا بالنسبه لي انا تو سكي بوزار وتو سكي ايكول دو ديزاين نورمالمون يمشيو للعباد اللي عندهم سكور اعلى معناها مش العكس. خاطر في تونس اللي قاعد يصير اللي هي لو موفي شوا معناها سا سي ان تري كرون بروبليم بالنسبه لي انا. انا جوبونس اول حاجه لازم يكون يحب الديزاين لازم يكون يحب الديزاين بمعنى انه ماهيش مجرد خدمه معناها مش سيزونيي معناها باش يخدم في الصيف كهو انه يحب الديزاين كيمشي في الشارع يشوف يقول تيا هذه تنجم تتصلح اللوجو هذا سافا با بريزونتاسيون هذا فهمت شنو هو تفاصيل انه يكون مغروم بالديزاين يحب الديزاين ويحب فريمون انه يخدم الخدمه هذيك يحب يخدم هذه حاجه. ثاني حاجه النصيحه انك ما تبطلش تتعلم فريمون عندنا مشكله كبيره ياسر في تونس
انه اذا كان خذ الدبلوم صحيح وقف ما عادش يتعلم ما عادش يقرا هذه سي تري تري غون بروبليم نو لازمك ديما تقرا وديما تتعلم وبالعكس كي كملت ليكول هي البدايه بتاع القرايه معناها سي ان بو سا يصبروا لازم يكون عنده بوكو باسيونس يصبر خاطر هي سهله زاده مش ديما باش تلقى خدم مش سهل باش تلقى بلاصه نتاعك في المارشي لكن مو صعيب زاده اذا كان فما خطوات خدمت عليهم كيف ما قلت انا الايماج نتاعك وتعرف كيفاش تبيع روحك وتبيع المخدمين نتاعك. والله ما نتذكرش تو حاجه هكايا اما نتذكر مره وقتها كليون خدمنا له نعرفوه معناها كي خدمنا له ما خدناش افونس علاش ننصح العباد الكل تاخذ افونس كي تخدم قعدنا نخدموا له مده وفي الاخر كلمناه قلنا له بعثت له ميل قلت له قال لي سخايل بليش انا باش تخدموا لي معناها وخدمه لو كانت وقتها خدمه قلت له ايه انا بليش نخدم بليش نعم قال لي في بالي بليش معناها من فاهم ما قلت له ليش صوم ولا شنو وهو كانت مشكله تاع كوميونيكاسيون معناها فهمت شنو قصدي نتذكر هذه كما بعد انه كبر اللوجو معروفه فاس كبر اللوجو نقص مصغر اللوجو اما فما حاجه ما يفهموهاش هي ما راح نخدموا يو اكس يو اي دونك نخدموا دوب اكس دي دونك في بروتوتيب ساعات تبعث له البروتوتيب يقول لك كملتوها الابليكاسيون صاي ليه نقول له هذاك الديزاين مش بعديك تعديل ديفلوبمون يقول لي صحيح كملتوا الابليكاسيون هذه من اكثر حاجات تصير لنا توا خاطر العباد ماهيش مستانسه مش معناها بروتوتيب وبالضبط معناها دونك فما ديزانيكدوت اما توا ما نذكرش كل اما ديما تصير لنا حاجات تضحك ما لازمكش تكون خواف وما لازمكش تكون عندك ان بلان بي معناها اذا كان باش تخدم ان بروجي البروجي هذا تدخله كانه حياتك تعتمد على البروجي هذاك بمعنى تدخل ما عندك في مخك في حياتك البروجي هذاك تانسو في كتاب فن الحرب يقول تانسو سي ان كوموندون ولا جينيرال شينوا الى جامي بيردو باتاي قال في كتابه انه من الحاجات اللي خاتهم ما يخسرش حتى حرب انه كيك يوزد مثلا على فيلاج ولا قريه ولا اللي هي يخليهم بلاصه نجموا يهربوا منها علاش على خاطر كان تحصرهم ما تخليهمش منين يخرج يوريك اصعب يقول لك انا ميت علي ندافع ماكسيموم دونك ما خلوش ان بلان بي ما خلوش طريق حاجه يهرب منها وانت لازمكش تخلي روحك حاجه باب تهرب منه عندك بروجي عندك ايدي بتاع ستارت اب حط كل شيء في الحكايه هذيك وما تكونش عندك ان بلان بي بتل فاسون تقول انا كي ما نجحتش لي البروجي هذايا تنمشي بابا يعطيني ويعمل سي ان تري كرون بروبليم هذاك علاش برشا البروجي ما تنجحش على خاطر تو سامبلومون ماهوش مال يدو وقلبو بالبروجي هذاك اما تصدم اليوم لو عندنا ستارت اب تونسي راهي عامله القيمه بتاعها 20 مليون دينار معناها ماهيش شويه معناها اكسبيرينس مثلا نحكيو على القيمه بتاع ستارت اب 20 مليار معناها ماهيش فاتيكه معناها علاش خاطر تو سامبلومون ما خافوش صدمة انا اعتقد انه أكثر حاجة تبلوك الإنسان هي الخوف طوق الإنسان يخاف من حاجة ما ينجمش يواجهها وما ينجمش يعملها وما ينجمش يقدم فيها لأنك يعني تنحي الخوف وتصدم هذه حاجة خزعة بخطة بإكزاكتومون أو فيت تتخلص الخوف هو يلزني إيتيكس الخوف أنك تعيش خاطر أنا عشت ظروف مادية صعيبة معناها كيف برشا توانسة بتدخل خوف انك تعاود ترجع لظروف ماديه هذيك تخليني ديما نحب ايتيكس تقدم كانوا ايتيكس هي الروح الجديده معناها دونك قاعد وسامبلمون مكبش فيها حلمه فهمتني مي سي 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 سيور معناها ناحيه الخوف خاطر كي تخمم فيها اوراق وجيري وكونتابيليتي كل شيء تخاف معناها بعدك تقول يلا نبدا ايتيكس اجونس تقريبا نحن اول اجونس اللي سي ديكلاري في تونس اللي هي السبيسياليتي بتاعها السيرفيس بتاعها يو اكس يو اي ديزاين تقريبا الاولى فما بعديك شكون لانسا بعدنا اما نحن الاولى اون سي ديكلاري دوبوي 2016 دوبوي لا كرياسيون قلنا راه ايتيكس سي اون اجونس تعطي سيرفيس يو اكس يو اي ديزاين دي ديبي دونك ايتيكس لانسي في 2016 بون الاوراق تاعها 2016 من قبل وخدمنا 3-4 من الناس بالاول توا ديما عدد يتبدل معناها بين 5-7 نحن حاجه كي ساعات الفريلانسور
Ça dépend aussi des projets. On a beaucoup de projets, ça a dit Dr. Abed. ETIKKS, c'est ça, c'est une agence, c'est une famille. عائلة واحدة نفضل كنا نضحكوا نلعبوا مع بعضنا بعطسي ساعات توترات ساعات لكن فريمون حتى اللي يخدموا في ETIKKS نحب نقول لهم ميرسي بوكو على برشا حاجات على خاطرهم هما السبب في انه ETIKKS تقدم كيف سهير كيف 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 ماهر كيف كيف سفيان كيف برشا اللي هما اليوم غراس ا او بطبيعة ربي يقبل كل شيء لكن هما اللي كانوا سبب انه ETIKKS قاعدة تقدم على توصل بيه فما بروجي تو اللي هو قدمنا فيه بداية بداية وبدينا في الفيرسيون بيتا قريب من معناتها تخلخ بث تجربة قريب من كامل صحيح اللي هو ETIKKS.space اللي هو السيت حاضر عملنا تو بوت دو بوت كامب ETIKKS.space هو اي ليرنينغ باش تكون سبيسياليزي في اليو اكس ديزاين معناتها تعلم فيها تو سكي يو اكس ديزاين ولا تعلم فيها سوفت سكيلز عمود باش تكون ابون يو اكس ديزاينر تعلم فيها البيرسونال براندينغ البابليك سبيكينغ كيفاش توجير ستريس ابار سا تعلم فيها اليو اكس اليو اي اللوجو البراندينغ اكسيتيرا دونك البلاتفورم حاضره قعدت جوست باش تبداو تو التسجيل الفورماسيون اكسيتيرا والبروجي الثاني بتيت خلي ممكن لانسيو اخر العام اللي هو مغروم.com مغروم باش يكون نحبو انه يكون بريسك دريبل ولا بها بتاع تونس بتاع التوانسه ان التوانسه نجم يحطوا الخدمه نتاعهم ينصبوا يحطوا الخدمه نتاعهم يبيعوهم يبيعوا الخدمه نتاعهم دونك نجم يحطوا دي لوجو يحطوا دي تيزر اذا كان ماهوش ديزاين ولا غيره يحطوا حاجات ويبيعوا اترافير اترافير البلاتفورم مغروم مغروم نحبوا تكون هي اللي تلم تو لي كوميونيتي بتاع الديزاينر في تونس ماهيش خطوه سهله حاجه صعيبه لكن ان شاء الله دونك هذوما الزوز لي دو بروجي اللي فريمون ETIKKS.space قدمنا فيها على الاخر ولينا 70% مغروم مازلنا في الاول ان شاء الله هنا الاخر العام نلانسيو ان شاء الله عايشك مرحبا عايشك ميرسي بوكو عايشك